لم يكن يوماً هادئاً في السودان، فبعد أيام من التظاهرات والتظاهرات المضادة عكست انقسامات حادة بين أطراف المرحلة الانتقالية. أشرقت شمس الخرطوم على أنباء عن اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة وقادة حزبيين ونقلهم إلى أماكن مجهولة. أنباء أعقبها خروج آلاف السودانيين إلى الشارع للمطالبة بالحفاظ على هياكل المرحلة الانتقالية، وسط حالة من الغضب وقطع الطرقات والاشتباكات المتقطعة بين الحين والآخر. نحن طبعاً طلعنا نطالب بالتحول الديمقراطي تام وبمدنية، عايزين حكومة مدنية. هذا الظلم الواقع علينا من الطغمة العسكرية الحاكمة التي تمثل خمسة أشخاص فقط، إنه ظلم عظيم. حكم من المشوار. شد وجذب خرج على أثره قائد الجيش السوداني ليؤكد تولي القوات المسلحة لمهمة استكمال المرحلة الانتقالية إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة وحل مجلسي السيادة والوزراء. حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامساً، حل مجلس الوزراء. سادساً، إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعاً، إعفاء وكلاء الوزارات. ثامناً، يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعاً وأخيراً، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله. وبين دول أعربت عن قلقها من التطورات في السودان وأخرى شددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق في المرحلة الانتقالية، وقفت أطراف سياسية داخلية لتحذر من أن الانجرار إلى العنف قد يدفع بالبلاد إلى الهاوية. أسامة سرايا، الحدث.